شدد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر على ضرورة أن تقدم الكتل السياسية التنازلات المتبادلة من أجل قيام حكومة ترعى مصالح الناس، لأن الأوضاع العامة والاقتصادية فيها خصوصا لا تحتمل التأخير. كلام الجسر جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حفل تكريم نظمته منسقية طرابلس في تيار المستقبل لمناسبة عودة حجاج بيت الله الحرام على مسرح روضة الفيحاء في طرابلس. ندعو وإياكم لبلدنا بالأمن والإطمئنان، أن ملهم الله قادتنا الصبر والثبات على معالجة ما يستعصى من الأمور، وأن يلهم الله كل القيادات السياسية العمل الحثيث على تقديم التنازلات المتبادلة من أجل قيام حكومة ترعى مصالح الناس وتقوم على شؤونهم، فإن الأوضاع العامة والاقتصادية فيها بخاصة لا تحتمل التأخير. بدوره نوه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بالدور الوطني الكبير للرئيس الحريري وسياسته المتمثلة في حفظ الاستقرار. لا بد من إرسال تحية كبيرة إلى مملكة الخير التي قامت بجهد كبير وكبير لافت في حسن استقبالك لحجيج البيت ولضيوف الرحمن، كما لا يفوتني أن أخص بالشكر والتحية دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري الذي أمن ما يقارب 3000 تأشيرة مضافة إلى المقرر للحجيج اللبناني. تحية إليك أيها الزعيم. كما كانت هناك تلاوة من القرآن الكريم لزياد الحاج ثم وصلات إنشادية. وقد دخلنا على